تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. هنالك سوء فهم حول الشريعة في المسيحية، فثمة من يعتقد أو يتوهم أن لا شريعة في المسيحية، بذريعة إنه المسيحية محبة، فعفوا أحبب وافعل ما تشاء. وفعلا إحدى البدع، ولكن هي ليست مسيحية على فكرة، بل هي مقحمة نفسها على المسيحية، هي بدعة شهود يهوه مثلا، في كتابها يمكنكم أن تحيوا إلى الأبد في الفردوس على الأرض، أعتقد صفحة 130 على إيدك اليمين نصف الصفحة، بقول بما أن المسيحيين ليسوا خاضعين للوصايا العشر. لا، هذا كلام غلط. شو سيد المسيح، ماذا قال السيد المسيح للشاب الغني اللي قال، أو للشاب اللي قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل من الصلاح لأرث الحياة الأبدية؟ إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. المسيح لم يعفنا من الوصايا العشر، نحن ما زلنا خاضعين للوصايا العشر، ولكن هذا موضوع ثاني. وإذا في نص في رسائل القديس بولس اللي بيحكي إنه المسيح حررنا من الوصايا أو التعليمات، طبعا ليس من الوصايا العشر، بل كما نرى من السياق خصوصا في أفسس في فيليبي، نرى من السياق إنه حررنا من الحائط، من الحاجز الذي كان يفصل بين اليهود والوثنيين. هذا الحاجز ليس الوصايا العشر، الوصايا العشر هي توحد اليهودي والوثني والملحد والبوذي والخنفوشي كلهم، يعني كلنا تجمعنا الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد بالزور، إلى آخره. إذا ما الذي كان يفرق اليهود ويضع بينهم حاجزا وعداوة وحائطا بينهم وبين الوثنية؟ التوصيات الخارجية من الشريعة المساوية أو الشريعة التلمودية الحاخامية الربابينية، ولكن ليس الوصايا العشر. إذا سؤالنا أو سؤال بعض الإخوة هو: هل هنالك شريعة مسيحية؟ هل هنالك شريعة للمسيح؟ طبعا، شريعة يعني أوامر ونواهي. نعم طبعا. ماذا يقول القديس بولس؟ احملوا، في الرسالة إلى أهل غلاطيا: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمون شريعة المسيح. هكذا تتمون شريعة المسيح، عندما تحملون أثقال بعضكم لبعض. معنا في شريعة للمسيح، ولكن في المسيحية لا يوجد عندنا حب الشريعة بقدر ما عندنا شريعة الحب. ليس عندنا محبة الشريعة بقدر ما عندنا شريعة المحبة، والمحبة إذا بدكم لشريعة المحبة، لأنه الله محبة. ما هي مكونات أو مقومات هذه الشريعة؟ مقومات هذه الشريعة كما لخصها بعبقرية قداسة البابا الراحل الطباوي يوحنا بولس الثاني الكبير: الوصايا العشر والتطويبات، وطبعا للنفوس المختارة المشورات الإنجيلية من عفة تامة وفقر اختياري وطاعة طوعية، ولكن هذه مش مطلوبة من جميع المسيحيين. إذا التطويبات، وممكن لما نقول تطويبات يعني نشمل الموعظة على الجبل في متى 5 إلى 7، الفصول 5 إلى 7. إذا أولا الوصايا العشر: إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. ويسوع يطلب منا الوصايا العشر بالمطلق، يعني لا تسرق، لا تقتل، لا تقتل باسم الله، لا تقتل باسم الدين، لا تقتل. بتقول لي طيب ما في مسيحيين خالفوا هذا الأمر؟ هذه يحكم
عليهم هم زي ما تفضلت المخالفون، وليست هذه شريعة المسيح. السيد المسيح لم يأخذ شيئا، زي ما قلنا الوصايا العشر، ثانيا التعمق في الوصايا العشر في التطويبات أو في الموعظة على الجبل. قد سمعتم أنه قيل لا تقتل، أما أنا فأقول لكم ليس فقط لا تقتل بل تعمق المسيح لا تغضب، لأن الغضب أساس القتل. سمعتم أنه قيل لا تزني بالفعل الخارجي، أقول لكم لا تنظر من نظر بشهوة. سمعتم أنه قيل أحبب قريبك، يسوع عمم فكرة القريب إلى كل إنسان كما نقرأ في مثل السامري الرحيم لوقا 10:25 وتابع. سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك، طبعا أبغض عدوك غير موجودة في العهد القديم ولكن هكذا كان الشعب العبري يتوهم. يسوع يقول أحبوا أعداءكم، طبعا ليس المحبة عاطفية ولا حسية ولا محسوسة بل محبة وجدانية، نريد لهم الخير حتى عندما يريدون لنا الشر. سمعتم أنه قيل لا تحنث، لا تحنث يعني لا تحلف بالزور. سيد المسيح يقول لنا ليس فقط لا تحلف بالزور بل لا تحلف البتة. سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن. سيد المسيح يقول لا ترد على الشر بالشر، لا تنتقم لكي يقف الشر عند الاعتداء الأول. سمعتم أنه قيل من طلق امرأته فليدفع إليها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة بعيدة منكم الزنا أو في حالة طبعا الزواج غير الشرعي وإلى آخره. إذن هنا عندنا الموعظة على الجبل في التعمق في الوصايا العشر، وتوجد أيضا روحنا للوصايا العشر عن طريق أمور إيجابية، ليس فقط لا 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 كما يتوهم بعض الناس، بل هنالك أشياء إيجابية كثيرة في التطويبات. طوبى لفقراء النفوس يعني غير المتعلقين بالمال ولا بحطام الدنيا، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، يعني عيال الله بما أنه الله نفسه هو السلام. وطفل مريم الذي سيولد في بيت لحم حسب نبوة ميخا 5:1-5 هو أيضا سلام أو السلام. طوبى للمضطهدين على البر، طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء كاذبين. ليس طوبى لنا إذا قالوا علينا كلمة سوء وهم صادقون، يعني عندما يكون الحق علينا أو عندما نخطئ وينتقدنا الناس لا طوبى لنا، لا هنيئا لنا لأننا مخطئون. الآن سيد المسيح أيضا ترك لرسله أمور إدارية التي هي الرسولية الكنسية، أمور الخلافة، أنت صخر على هذا الصخر سأبني كنيستي، من سمع منكم فقد سمع مني ومن احتقركم فقد احتقرني. قام السيد المسيح في العشاء الأخير وبعدها قال اصنعوا هذا لذكري، اصنعوا، ما قالش ما تصنعوش، لا اصنعوا هذا لذكري. الرسل نقلوا هذه الخلافة وهذا الميراث وهذا الكهنوت المسيحي عن طريق وضع الأيدي، كما كتب القديس بولس لتلميذه الحبيب لا تعجل في وضع يديك على أحد، يعني على رأس أي من الرجال، لا تشارك في خطيئة أي إنسان، كن حذرا قبل أن ترسم أحدهم أسقفا أو كاهنا أو شماسا. في الرسائل الرعوية نرى الشروط لقبول الأسقف والكاهن والشماس، منها
أن يكون رجل امرأة واحدة، يعني أن يكون إذا كان متزوجا أن يكون متزوجا مرة واحدة، ولكن لا مانع أن يكون متبتلا عازبا كما ورد في متى 19-12 هنالك الذين خصوا أنفسهم طبعا معنويا وليس ماديا في سبيل الملكوت. من استطاع أن يحتمل فليحتمل، يعني من استطاع أن يفهم فليفهم، لأنه الزواج خير من التحرك كما ورد في كورنثوس الأولى فصل 7:9. إذا عندنا شريعة المسيح تقول لي طيب ماذا قال المسيح عن المتطلبات للصلاة؟ برضو نقرأ في متى إذا صليت يعني عندما تصلي فادخل حجرتك صلي لأبيك الذي في الخفية. طبعا أيضا توجد الصلاة في الكنيسة كما كان يفعل المسيحيون الأولون، كان جماعة المؤمنين كانوا يجتمعون للصلاة يواظبون على الصلاة وتعليم الرسل وكسر الخبز، كسر الخبز يعني القداس، وكانوا يتناولون الطعام بصدور منشرحة. إذا هي عنا القداس، في عنا شريعة، يعني في عنا ترتيبات، الترتيب الكهنوتي، الخلافة الرسولية كما كتب القديس بولس لتلميذه ابن الروحاني تيتوس في أول الفصل الأول آية 3 وتابع: لقد أقمتك في كريت، جزيرة كريت أو إقريتش جنوب اليونان، لكي ترتب الأمور وتجعل كهنة أو قسيسين أو شيوخا، الكلمة اليونانية بريسبيتيروس منها بريست بالإنجليزي يعني كهنة، في كل مدينة وإلى آخره. إذا نرجع للصلاة، بتقول طيب ليس مطلوبا في المسيحية أن الإنسان يتوضأ قبل الصلاة؟ لا، ليس مطلوبا. يعني المسيحي والمسيحية يجب أن يكونا نظيفين، القلب، القلوب أو القلبين، خلينا نقول يجب على المسيحيين والمسيحيات أن يكونوا طاهري القلوب عندما يصلون. نقاوة الجسد أو نظافة الجسد طبعا مطلوبة يعني إنسانيا، ولكنها لم تعد مطلوبة دينيا عندنا، لأنه صار إشي مفروغ منه أنه الإنسان بروح على الكنيسة، قبل ما يروح على الكنيسة يكون نظيفا في الجسد، ولكن أهم من نظافة الجسد نظافة القلب، براءة القلب. لأنه أحيانا خصوصا في بلادنا في الشرق الأوسط في فلسطين في الضفة الغربية مثلا فيش مي، لا ماء، وأيضا ما فيش رمل. تعرفوا أنه في التلمود إذا ما فيش مي في رمل، أو كمان في الفكر الإسلامي التيمم بالرمل، يعني إذا ما فيش ماء. طيب في محل ما فيش فيه لا مي ولا رمل، المسيحيون لم يطلب منهم المسيح الوضوء، المسيح لم يطلب الختان في شريعته. على فكرة الختان غير موجود في النص القرآني بل هو سنة. إذا الختان المسيح لم يطلبه، بالعكس بخلاف ذلك قال متى 28-19 مرقس 16-15-16 من آمن واعتمد، لم يقل من آمن واختتن اذهب وتلمذوا جميع الأمم، لم يقل اذهبوا واختنوا جميع الأمم. إذا بالنسبة للصوم بتقول لي أين الشريعة المسيحية للصوم؟ الشريعة المسيحية للصوم سيد المسيح قال لقد جعلت لكم من نفسي قدوة. في عنا آيتين: جعلت لكم من نفسي قدوة، هاي في إنجيل يوحنا. في آية ثانية بتقول، بتلاقوها في إنجيل مرقس الفصل الثاني، لما تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين سألوا المسيح لماذا إحنا منصوم وتلاميذك لا يصومون، ماذا أجاب؟ أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس، يعني العروس اللي هو العريس معهم؟ ستأتي أيام يرفع فيها العريس عنهم وفي تلك الأيام يصومون. عشان هيك الكنيسة المسيحيين الأولون بدأوا يصومون في هالأيام، كل سنة اللي رفع عنهم فيها العريس اللي هي يعني من
الخميس، الجمعة، السبت إلى أحد القيامة. بعدين صاروا يصوموا 40 يوم. ليش صوموا 40 يوم؟ أنه المسيح الذي هو قدوتنا اقتدوا به كما اقتدي أنا بالمسيح، قال مارولوس صام 40 يوما. إذن هاي صار عندنا صومين. في كتاب الديداخي، ديداخي اللي هو كتاب تعليم الرسل الاثني عشر، طبعا ليس ضمن العهد الجديد، أعتقد رقم 8 أو 21، مش متذكر تمام. بشو بقول؟ بقول إنه صوموا يومي الأربعاء والجمعة. ليش يومي الأربعاء والجمعة؟ هذا طبعا الذي يريد، لأنه يوم الأربعاء خان يهوذا السيد المسيح، ويوم الجمعة استشهد السيد المسيح مفتديا البشرية على الصليب. أو خلينا نقولها بشكل مقبول أكثر لغير المسيحيين، مات السيد المسيح على الصليب. إذا بتقول لي طيب لحد الآن إذا بتتذكروا شريعة السيد المسيح، الوصايا العشر، الوصايا العشر تلخص بالمحبة كما يوضح لنا القديس بولس في رسالته إلى أهل روما، في رسالته إلى أهل غلاطيا. المحبة هي تمام الشريعة. ليش؟ أول ثلاث وصايا أحبب الرب، من الوصية الرابعة إلى العاشرة أحبب قريبك كنفسك. إذن المحبة تلخص الوصايا. نرجع إلى إيه؟ إلى شريعة المحبة وليس إلى محبة الشريعة، أو خلينا نقول شريعة المحبة ومحبة شريعة المحبة، بل محبة الله الذي هو محبة. الوصايا العشر، التطويبات مع سائر إيضاحات الموعظة على الجبل حول الصلاة والصوم، وست مواضيع اللي هي الزواج، الطلاق، الانتقام، كل هاي اللي شفناها في إنجيل متى فصل 5-6-7. رأينا كمان تدبيرات وشرائع كنسية وإدارية ورسولية. بتقول لي طيب وين؟ كيف يحكم المسيحيون وكيف يحكم المسيحيون؟ إذن في الأمور الدنيوية الاجتماعية ترك السيد المسيح الحكم والولاية للسلطة المدنية الشرعية، بقوله المأثور: أدوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تقول لي إذن المسيحية، الشريعة المسيحية ناقصة. لا نعتقد ذلك، بل نعتقد أن هذه حكمة، لأن الأمور المادية الجسدية تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. لو أخذ مثال وحيد وأخير حتى ما نطول عليكم، المهر، مهر عند العبرانيين. المهر قبل كان الرجل يدفع المهر عن لوالد عروسه أو لولي أمرها. ليش؟ أن الرجل كان هو الذي يعمل. طيب اليوم فتيات كثيرات يعملن، وفي فتيات وسيدات بيشتغلوا، طبعا أشغال، بحكي عن الأشغال الشريفة، ويمكن دخلهم أكثر من دخل الواحدة، دخلها أكثر من دخل والدها أو زوجها أو شقيقها، فلايش خطيب أو عريسها أو خطيبة، فلايش يدفع لها مهر وهي دخلها أكثر من دخله مثلا يعني. بل في بلاد العادات هي خلاف ذلك، مثلا حسب ما بذكر قديما في اليونان والد العروس هو اللي بدفع ل أو في فرنسا حتى. ليش؟ لأنه هذا الرجل سيعتني ببنتي كل حياتها، أنا اعتنيت فيها مدة 20 أقصى حتى 30 سنة، هذا الرجل راح يعتني فيها عشرات السنين. في اليونان، في الهند عفوا، يبدو أنه اللي بيجي بنات يقول يا حصرتي. ليش؟ انه لازم يجمع مصاري حتى يدفع مهرهم، والد العروس هو اللي بيدفع المهر.
في الإنجيل المقدس لا نجد أيا من هذه الأمور. طبعا أنا ما بنتقد الأنظمة الأخرى، بس بقول إنه السيد المسيح ترك أمور الميراث والولاية والحكم، طبعا كلها خاضعة للوصايا العشر، ولكن بعدين التفاصيل الإدارية والخارجية والقانونية والمادية هاي تركها ما لقيصر لقيصر طبعا، وأهم شيء ما لله لله وشكرا.